سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله. يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين. المظلومين المضطهدين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راحلا طيبة أين النوى؟ ألقت عصاك فهل سواك تؤمل باب الرجاء باب الندى باب الحوائج بعد موسى مقفل؟ ما يوسف الصديق يحكيه ولا موسى الكليم ولا الذبيح الأول؟ فأبو إسماعيل أسلم نفسه للذبح، لكن الخليل موكل وابن النبي قضى على أيدي العداء. أيوا إماما، وابن النبي قضى على أيدي العدا بالسم صبرا، والشماتة أقتل. أفدي محمول الجنازة لم يكن من أهله أحد هنالك يحمل.
ليس له إلا أربع من الحمالين يحملون جنازة الإمام، ولا من باك ولا نائح عليه بأبيه وأمه. لكن بعد ذلك شيع، خرجت خلفه النساء والرجال، ويلي نسوان وزلم طلعت تشيعنا عشواليها، والله ويلي ويلوق من النساء على المية تحنتها وبواجيها، ترى وحش الجنازة تصير إذا ما حد بج عليها، والكاظم علي ضجت يا ويلي، وناحت النسوة ما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة منشر سود لع. وين صوت الغيارة؟ اي والنساء نشرت شعرها يا والزلم تلطم لها يا على امام بالسجين ميت ولا حد غمض واماما، وعن غريب الغاضر راحت شيعته، وين راحت الشيعة؟ ليت حضرة لقبول مدوس الأعادي جث. شلون كان حال الحسين؟ وعاينا وزينا بتنخي من يشيع لجنا جثة حسين الشفيع على الصعيد مرضضة. شو تقول له؟ تقول له سور الحرم يا حسين لا تجذب الونا، بل كد يعزنا من الحرام تهدأ الرنة. أنا ودي أوصل مصرع ياك وانجدل ويا، لكن اش بيدي ضايعة من نيتا، لا يقدر السجاد ينهض جان جينا، خدامك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة. أبا عبد الله تدري الغربة ضعضعي عزوم الرجاء، وايا أنا وحيدة وعائلة ومجبل عليلي وخافي ضعنا من الصبح عن كربلا يشيء،
وتظل عارب الفلا واحنا ضعيفة. شلون جاوبها الحسين؟ قالها يا بلا تجهيز لازم يتركوني، والله يتركوني، وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني. زينب وانت وخواتش كان ردتوا توصلوني، مجبل عليك الليل جيب الفاطميه. عندك غيره تسمع هالبيت؟ وان كان يمي تقدرين تجين لا باس، وتوصلين المشرع يم جسد عباس، طلعي بسواد الليل يستركم عن الناس، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. السلام على صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود. السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إمامة الإمام الكاظم عليه السلام مرت بظروف عصيبة تختلف عن ظروف الأئمة عليهم السلام. أولاً، عاش إمامنا الكاظم في ظل أبيه الإمام الصادق 20 عاماً، وهو يرى تلك المدرسة الصادقية كيف كانت تنمو وكيف كانت تخرج وتعلم الناس، وكيف أن الناس تزدلف إليها من كل حدب وصوب تنتهل من نمير علم الإمام الصادق عليه السلام، ورأى كيف أن المدارس الكلامية والمدارس الفكرية كيف كانت تحاول النيل من مذهب أهل البيت عليهم السلام باعتبار تبني الدولة العباسية مثل هذه التيارات والمدارس، مما جعلها تستفحل وتستقوي. لذلك كانت تحتاج إلى من يجابهها بقوة علمية. الأمر المهم في ذلك، ما إن تسلم الإمام زمام الإمامة حتى ظهرت هناك شخصيات بعضها ادعى الإمامة، وهو أخوه عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام وأخو الإمام الكاظم. عبد الله الأفطح كان فقيها عالما
ولأن الإمام الصادق عليه السلام أوصى بوصيتين عامة وخاصة، أوصى من بعده إلى خمسة من ضمنهم الإمام الكاظم عليه السلام. ليش؟ حتى ما يسلط الضوء على الإمام، على الإمام موسى بن جعفر، حتى يصير هناك عدم تركيز على واحد، يعني تتركز الأمور على خمسة أفضل ما تتركز على واحد. فعبد الله الأفطح أسس فرقة الفطحية، والذين اتخذوا من هذا الشخص إماما وابتعدوا عن إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واعتبروا أن هذا هو الإمام الأخير، وصارت فرقة كبيرة. أيضا جاءت إمامة الإمام الكاظم متزامنة مع خروج الإسماعيلية. الإسماعيلية منه؟ الذين يرجعون إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام وأخو الإمام الكاظم. الغريب في الأمر أن إسماعيل مات في زمن الإمام الصادق، يعني في زمن أبيه. ومتى ظهرت الإسماعيلية؟ ظهرت بعد استشهاد الإمام الصادق، يعني تزامنا مع إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، واعتبروه إماما وأنه لا يجوز الاعتقاد بما بعده من الأئمة. السؤال: كيف يمكن للإمام الكاظم عليه السلام أن يؤسس من جديد إلى الاعتقاد بالإمامية الاثني عشرية في ظل وجود الفطحية ووجود أيضا الإسماعيلية، ولربما بعد الإمام الكاظم عليه السلام جاءت الواقفية التي أسسها علي بن أبي حمزة البطائني؟ شاهدنا أنه في بداية تسلم الإمام إلى زمام الإمامة كان يواجه صعوبات من الوسط الشيعي أيضا، أكو إسماعيلية وأكو هناك فطحية، كيف يتعامل الإمام ويقنع الشيعة أولا قبل غيرهم؟ عمل الإمام موسى بن جعفر على عدة جبهات. الجبهة الأولى وهي الأساسية العقدية، حاول من خلال العقيدة أن يركز ويرسخ في أذهان الناس أن الاعتقاد بالإمام لا يمكن إلا في ظل المجموع، ما يمكن الاعتقاد بواحد دون آخر، لأنه كما توجد هناك مدارس أو توجد هناك مذاهب، أيضا كل قوم يحتاجون إلى بعض الأدلة حتى يعطون غطاء شرعي لتيارهم ولمذهبهم. على سبيل المثال الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم جابوا لك روايات من عندهم ونسبوها إلى الإمام عليه السلام، للإمام الكاظم. مثل هذه الروايات أنه عن علي بن أبي حمزة البطائني قال: حدثني مولاي موسى بن جعفر أنه هو الإمام الذي سيبعثه الله يوم القيامة، عفوا في نهاية الزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا. صار يقنع الناس أن الإمام الكاظم هو إمام الزمان، بعد ماكو بعد إمام. وجاء بروايات أنه كأن الإمام يقول إليه: خذ الأموال واحتفظ بها أو تصرف بها كيفما تشاء، فأنت الثقة المأمون، وما شابه ذلك. الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم، جاء بالنصوص التي متداولة بين الناس ومعروفة وموثوقة أنها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، التي تؤكد على أن الاعتقاد بالإمامة اعتقاد مجموعي، مو اعتقاد واحد دون آخر، يعني لا بد من الاعتقاد باثني عشر إماما، إماما بعد إمام، ونص عليهم الرسول صلى الله عليه وآله. الجبهة الثانية التي عمل عليها الإمام عليه السلام الجنبة الأخلاقية والجنبة الروحية، حاول غرس القيم والمبادئ في نفوس الناس،
وقدم إليهم نفسه مثالا يحتذى به، بحيث أنهم يتعرفون على أن الإمام الذي علمهم صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يخطأ، بأنه لا بد أن يكون أسوة وقدوة، كيف يصبر الإمام عليه السلام على ذلك في قضيته المشهورة مع جاريته أو مع عبده عفوا اللي نادى عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلم يجب، نادى عليه ثانية فلم يجب، نادى عليه ثالثة فجاء قال له: ألم تسمعني حين ناديتك؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا لم تأتي؟ قال: أنا ما جيت، سمعتك بس ما ردت أجي. هذا العبد يعلم مدى عظمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال للإمام والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قال له: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. صار الإمام يعلم الناس كيف نقابل الإساءة بالإحسان، وهذه من الأمور الهامة. يمكن واحد يحرجني أو يهيني أو يخطأ علي وأقابله بالمثل فيستمر العداء ردحا من الزمن، لكن حينما يكون الإنسان قادرا على العقاب ويعفو ويصفح فإن الله تبارك وتعالى يفتح للعافي ألف باب من الرحمة، وهكذا يعلمنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الجبهة الثالثة، الجبهة التي كان الإمام عليه السلام يستغل فيها المواقف ليعطي الدروس والعبر فيها، كما في قضية بشر الحافي الذي كان بيته بيت دعارة وخمرة ومجون، كان يجمع الغانيات ويسمع من بيته قرع الطبول والمزامير. مر الإمام على بيته والجارية ترمي القاذورات خلف يعني خارج البيت، فاستوقفها الإمام، قال لها: أمت الله، سيدك عبد أم حر؟ التفتت: إذا هو سيدي فشلون يصير عبد؟ قالت له: سيدي حر وليس عبد. فقال لها الإمام: صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لأمر مولاه. دخلت استبطأها بشر: لماذا أبطأتي؟ قالت: رأيت راهب آل محمد. كان الإمام يسمى براهب آل محمد لشدة انقطاعه إلى الله. اعتدل بشر: ما عندك؟ ما عند ابن رسول الله؟ قالت: سألني سؤالا غريبا. ماذا سألك؟ قال لي: سيدك عبد أم حر؟ قلت له: حر. فأجابني قال: صدقتي، لو كان حرا لامتثل لأمر مولاه. فخرج بشر حافي القدمين يبحث عن الإمام، فوجده على باب المسجد، انحنى على قدميه: سيدي هل من توبة؟ قال: إذا صدقت تاب الله عليك. كلمة واحدة غيرت كيان بشر، وأصبح يذكر في صفحات التائبين. يعني الإمام من ذاك الوقت يريد يخبرنا على أن الإنسان مهما طالت به المعصية، بمجرد أن يقبل على الله بقلب صادق فإن الله يغفر له ذلك الذنب. استثمار إلى هذا الموقف، الإمام ما سكت عن هذا الموقف على الإطلاق، وإنما أعطى درسا رائعا استفادت منه الأجيال على مر السنين. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعمل على جميع الجبهات،
فاستطاع من خلال سعيه الحثيث أن يربي الناس ويخرج الناس ويعطيهم تلامذة أكفاء قادرين على إيصال المعلومة وعلى امتداد الطريق. كانت الدولة العباسية تريد أن تثبت حكمها، كانت في بدايتها، بس جاء زمن هارون الرشيد أراد أن يثبت إلى العباسيين بأنه قادر. كيف يثبت إلى أنه قادر؟ صار يضيق الخناق على الإمام عليه السلام. مرة يعتقل الإمام بتهمة تأليب الناس على بني العباس، وتارة يعتقل الإمام بتهمة تخبئة السلاح والمال، وتارة يتهم بتهمة التمرد على الخليفة، وهكذا. والقصد من ذلك إبعاده عن جماهيره وعن قواعده الشعبية. فصار ينقل من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة. وجد الإمام ألوانا من العذاب وألوانا من الذل ما شهدها أحد. في سجن ابن الربيع جاء علي بن سويد يطمئن على الإمام، قال له: أين وضعت ابن رسول الله؟ قال: لم أضعه في السجن، لأن السجن مو مكانه، لكن بعد أنا مأمور، إنما وضعته في دار، لكن أريدك أن ترى شيئا. تعال. صعدوا إلى سطح الدار، قال له: طالع تحت شو تشوف؟ قال: إني أرى ثوبا ملقى. قال: حقق النظر. قال: أرى ثوبا ملقى. قال: يا ابن سويد، هذا مولاك موسى بن جعفر، انظر إلى هذه السجدة، لم أره إلا على هذا الحال يسجد سجدة بعد صلاة الفجر لا يرفع رأسه إلا عند الزوال، ثم يقوم يصلي الظهرين، فأعلم أنه لم ينم في سجوده، ثم يسجد سجدة بعد الظهرين يرفع رأسه عند الغروب فيصلي العشاءين، فأعلم أنه لم ينم في سجوده، وهكذا الليل يقوم ليله ويصوم نهاره. يقول له: وغدا سأرسل إلى هارون، لئن لم يعجل في أخذه مني أطلقت سراحة، بعد ما أتحمل أخليه عندي. فأخذ الإمام إلى سجن السندي بن شاهك. السندي بن شاهك ملحد لا يؤمن بالله، ومعروف بالصلافة وبالشدة والغلاظة. أخذ الإمام ووضع في يديه ورجليه السلاسل والحديد. هنا أريدك أن تلتفت إلى نقطة، وهي: في الزيارة السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود. هذه ليست كلمة عابرة يكون نقف عندها، تدري ليش؟ لأن القرآن الكريم يعبر على لسان زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. لماذا قال وهن العظم؟ العظم أقوى شيء في الإنسان، فإذا هذه القوة وهنت وضعفت أي قوة بقيت للإنسان؟ شوف، لاحظ أي كسر إطالة الإنسان يبقى المحل ضعيف جدا، عدل ولا؟ فيزداد الألم. الزيارة تقول أن الإمام طيلة ما كان في الطامورة، بعضهم يقول كان 4 سنوات 6 أشهر،
والقيود في رجل الإمام عليه السلام حتى رض القيد عظمه. شلون ممكن نتصور أن إمام معصوم مفترض الطاعة طيلة اليوم يتألم، إذا سجد يتألم، إذا ركع، إذا قام، إذا قعد، إذا نام، إذا تقلب، الأقياد في يديه ورجله. يعني مصيبته مو بس كونه مسموم، لا، قبل أن يقتل الإمام. شوف هالحال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصي علي بن سويد بأن تبقى الأغلال معه في قبره، لا تشيل، لا تحلون الأقياد والسلاسل. لما يا ابن رسول الله؟ قال: لتراني أمي الزهراء وترى ما فعلت أمة أبيها بأولادها. ويدخل عليه علي بن سويد يقول له: ضاقت صدور شيعتك، متى الفرج؟ قال له: إن الفرج بعد 3 أيام على جسر الرصافة ببغداد. علي بن سويد ما وصلت للرسالة، خرج وبلغ الشيعة، كان يطرق بيوتهم بابا بابا يقول لهم البشارة: إن الإمام أخبرني الفرج بعد 3 أيام على جسر الرصافة. وفعلا في اليوم الثالث حضرت الشيعة ووقفت على جسر الرصافة ببغداد يلبسون الثياب الجديدة، وكل واحد يبشر الثاني ويبارك للثاني، مستبشرين الإمام راح يطلع. والإمام في داخل السجن قد دس له السم في الرطب، فأصبح يتلوى على فراشه يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، مسموم وقد رضت عظامه، كيف يتقلب؟ كيف يوجه نفسه إلى القبلة؟ صار يلوذ بنفسه في تلك الطامورة التي لا يعرف فيها الليل من النهار، بأبي هو وأمي قد عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه. أيوة إماما وسيدا ومصيبتا. فبينما الشيعة واقف على جسر الرصاف وإذا بها ترى 4 من الحمالين يحملون نعشا يعلوه صوت خشخشة السلاسل والحديد، والمنادي ينادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافض فليتفرج. سمع سليمان قال لغلمان: إذ تفحصوا لي الخبر. ذابوا وسرعان ما عادوا، قالوا: هذه جنازة موسى بن جعفر. قال: وخجلة أخذ الجنازة، وإن مانعوكم فمزقوا عليهم سوادهم. أخذوا الجنازة وضعوها على مفترق 4 طرق، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يشيع الطاعة
الطيب ابن الطيب فليتفضل. خرج الناس بين باك وباكية ولا طم ولا طمة، كل ينادي وإماما وسيدا، والإمام الرضا حاسر الرأس حاف القدمين يبكي على أبي وينادي وأبتا. قام بتجهيز والده، غسله كفنه صلى عليه وأنزله إلى قبره. يا مولاي يا أبا يا أبا الحسن الرضا، كيف استطعت أن تنزل أباك وجدك زين العابدين؟ ما أنزل الحسين إلا في بارية. وياي حين ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحق ابدال الجفن والتابوت لف باريا وشا، ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصار. عجب من نزل بقبره وقلبه من شطر نص. حسينا لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقط والجفن خلاها يما والجسد مجموع، هذا الجسد وين الرأس؟ رأس على الرماح مر. يتهدوه وويله ومن صدوره يشوف بيت الدعاء. وأسألك الدعاء، رأس الحسين على رأس رمح طويل، وزينب تنظر إلى رأس الحسين وكيف يلعب الريح بشيبته. نادت يا خويا شلون قلبي يهود عليك ويبطل ونينا ويبطل ونينا، وعلى راس الرمح راسك قبال العدم علقينا. تقل راسك يا الولي من فوق راس السمهر مركب، شحب من النزف لونه وشيب بدم مخضب، وشي علي ابو سكينة يطوح الرماح بي العيب، واحنا قلوبنا بهالحال يا اخويا يأذينا. سوى زينب، انا خاطبته وناشدته يا ظالم درحم بحالي درحم بحالي، نحر راس عن عيني تراك مردد دلالي،
والله تراك مردت دلالي ما اقدر اشوف الريح تلاعب شيبة الوالي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقان كالبدر فوق الذابل الميادي اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم بحق الأسير المقيد في قعر السجون والطوامير فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.